تابعوا كل الأخبار اللي تهمكم وين ما كنتوا موجودين، نواصلوا مشغلكم حتى الأخبار السارة اللي تفرح زيدا لو كان موجودة في تونس ننقلوها بطبيعة الحال. احنا بشمشوا معاكم توتفيت للقسرين، شنو أهم المطالب، شنو حقيقة المعاناة والأضرار الكبيرة اللي تعرضوا لها عمال وأصحاب التاكسي الفردي. البارح كان فما ملتقى انعقد في معرض جيبس الدولي للنظر في الإشكاليات هذية. ناخذ أكثر تفاصيل عن الموضوع معنا سيد ثمر المزهود رئيس الغرفة بيا الجهوية بجيبس يا أصحاب التاكسي الفردي، مرحبا على إي إف إم. أهلا وسهلا، تحياتنا لكافة مستمعين إذاعة إي إف إم ولكافة الزملاء في كامل ولايات الجمهورية. شكرا لك، مرحبا بك من جديد سي ثمر. أول حاجة ماذا بيا نحكي فيها معاك الأضرار اللي لحقت أصحاب التاكسي الفردي خاصة بعد جائحة الكورونا اللي مست القطاعات الكل والمجالات الكل، بالنسبة لكم فسر لي الضرر كيفاش كاين وكيفاش تمثل. صحيح كما حكيتي كل القطاعات يعني تضررت خلال الجائحة نتاع الكورونا، كيف كيف قطاع التاكسي الفردي من القطاعات المتضررة باعتبارها يعد عدد كبير ياسر من المهنيين، اضطروا للتوقف عن النشاط نظرا للظرف الصحي اللي مرت به البلاد. الإشكالية مش في الأضرار، الأضرار أن حصلت والتضحية باش تكون فيها جماعية. الإشكالية أن مفهوم العمل النقابي تغير بمنطق أن احنا أمس كيف قعدنا من أجل المطالبة بتفعيل موقع الاتفاق عليه مع سلطة الإشراف خلال أهم القرارات اللي هي ذكرها بها كان تم اتفاق اللي يتمتع كل المهنيين بمنحة استثنائية هي تتمثل في 200 دينار مع هذا ما وقعش معناها تمتيع كافي المهنيين بها مع عدا النظرة القليل والقليل جدا. وقع الاتفاق على أن يقع تمكيننا من قيود ميسرة كانت في الأول وقع الاتفاق أنها تكون في حدود 3000 دينار، ولكن بعد تم توجيهها للتأمين ما وقعش معناها تيسير هالمهنيين باش يتحصلوا عليها نقدا باش يحلوا اشكالياتهم معناها وحاله البطاله اللي تعرضوا لها خلال ازمه الكورونا. من بعد وقع الاتفاق مجددا على يقع تمكيننا من قرض نقدي ب 1000 دينار من خلال الجمعيات التابعه للبنك التونسي للتضامن سواء المهنيين بصفه عامه الكل يعني كاصحاب رخص او سواق، وفرحنا رغم يعني قله المبلغ وزياده المبلغ هذايا، ولكن نفس الشيء يعني هل الموقع الاتفاق عليه وما جابته النقابات يخلونا بعد في احراج مع منظورين، لان احنا يتم الاعلام على موقع الاتفاق عليه مع سلطه الاشراف ان وقع الاتفاق على تمكين كل المهنيين من قرض 1000 دينار بطريقه ميسره وبمعناها فائض زهيد جدا، لكن بعد ما يتمتعوش فيه الا عدد قليل ياسر من المهنيين اللي ما يتعداش معناها 10 و15%. هذا كله فعلا يعني بدنا وقت ندخل ان نفاوضوا من اجل الحصول على مكاسب، صحيح نخرج بمكاسب مكتوبه محضر جلسات منضبطه مع الحكومه او مع سلطه الاشراف، ولكن بعد تالي بدنا مضطرين ان نناضل من اجل تفعيل موقع الاتفاق عليه. يعني بدي العمل النقابي تغير مفهومه، بدي عنده زوز مراحل، مرحله من اجل نتفاوض ونوصل للتفاوض الى اتفاق معين، وبعد تالي تدخل في نضال مجدد انه عام وعامين باش تفعل موقع الاتفاق عليه. هذا بصراحه معناها نحمل مسؤوليه فيه للحكومه، خلونا في احراج مع منظورينا، خلونا في اشكاليات مع معناها المنتسبين نتاعنا لغرفنا والقطاعاتنا الكل، نطالبوا بالحكومه انها تلتزم بالحد الادنى ان رانا جزء من هالمجتمع وتضررنا كما تضرت الناس الكل. صحيح البلاد الكل تمر بازمه وصحيح يعني كما قلت نتقاسم العبء هذاي، ولكن على الاقل خلي يحسسونا ان رانا جزء من هالبلاد ورانا نتاثروا ورانا في حاجه للمساعده كما غيرنا. سي ثمر نعرف اهم القرارات اللي خرجتوا بها في الملتقى، هل فما تحركات باش تصير؟ هل عندكم مطالب جديده اهم اللي خرجتوا به البارح؟ أمس هو الملتقى الإقليمي الثاني لولايات الجنوب، طبعا تناول بعض الإشكاليات اللي تتشارك فيها ولايات الجنوب والإشكاليات الوطنية بصفة عامة، ونلقى رواحنا في نفس الإشكال وهو المطالبة بتفعيل موقع الاتفاق عليه سابقا، وللسيد رئيس الحكومة في لقاء الأخير مع القيادات النقابية نتاعنا على مستوى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، استغرب أصلا بناء على محضر الجلسة نتحدث عليه الاتفاق الأخير نتحدث عليه في 7 أبريل 2019 اللي يتمثل في تمكيننا من الحق التجاري، اللي يتمثل في تمكيننا من التمتع استيراد سيارات مستعمله، مراجعه معناها معلومه التامين اللي هي مشطه جدا، مراجعه معناها البت في موضوع استعمال الغاز البترولي السائل بصفه نهائيه وجذريه باش المهنيين يخدموا بصفه مريحه، مراجعه عديد القوانين، راني هذايا اللي نحكي عليه هذايا وقع اتفاق فيه ومنظى بمحضر جلسه في ابريل 2019، يعني من ابريل 2019 النقابات والغرفه الوطنيه والغرف الجهويه مطالبه ان تواصل النضال من اجل تفعيل ما وقع الاتفاق عليه سابقا، ما نحكوش على ما مطلبناش وما اتفقناش عليه واللي هو عديد عديد جدا. هذا قطاع كبير يعاني عدة تشكيليات، على الحكومة تتعامل معها بجدية، على أن يكون فما مصداقية متاع تفاوض، وقت يقع تفاوض وقع اتفاق
والمفروض أن كل الأطراف تلتزم به. هذا أو خلى إشكالية كبيرة وخلى تراكم كبير داخل القطاع وخلى برشة احتقان. هذا نداء مجددا أصدر أمس من جابس ومن الغرفة الوطنية ومن الغرفة الجهوية لتحميل الحكومة مسؤولياتها في تفعيل موقع الاتفاق عليه. بالمناسبة قبل واحد كيف كيف على هامش الملتقى أمس وقع إحداث تنسيقية لسواق سيارة التاكسي في جابس. نبارك لهذا المولود الجديد وإن شاء الله يكون معنا زيادة خير في التعاون كل المهنيين مع بعضهم من أجل حل القطاع والتغلب على الصعوبات العديدة والعديدة جدا. واضح جدا. حكينا على بعض الإشكاليات سي ثامر وحكينا على بعض المطالب هذوما الحقيقة احنا على علم بهم وحاولنا نوصلهم من فترة جائحة الكورونا وبعدها في مختلف القرارات اللي طالت المجالات اللي تمست من الجائحة هذه من بينتها أصحاب التاكسي الفردي. حكيتنا على بعض الأضرار هذه الإشكاليات اللي حاب نعرفها معاك اللي يعاني منها القطاع بعد الأزمة اللي تعدينا بها وبعد القرارات اللي قلت لي على غالب المنح هذه والقروض انتفعوا بها كان بين 10 و15% من أصحاب التاكسي الفردي. الإشكاليات والوضعية تول وكنت نجم تلخص هنا في جملة باش الصورة توصل واضحة. الإشكاليات احنا ما زال عندنا إشكال في كما قلت هو الإشكاليات في عدم تفعيل موقع الاتفاق عليه. غير عند الإشكاليات الأخرى تم مراجعة عديد القوانين إلى حد الآن قدمنا فيها مقترحات وما تمتش. الغاء البطاقة المهنية بالنسبة لصاحب الترخيص. حل إشكاليات الغاز معناها المستعمل خاصة في ولاية الجنوب بشكل 100% إلى حد الآن معلق رغم عديد المبادرات وعديد المقترحات اللي قدمتها الغرفة الوطنية والكرة في ملعب الحكومة عليها أن تدق في الموضوع هذا المداخلة فيه عديد الأطراف وزارة التجارة وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة النقل كلهم متداخلين في الموضوع هذا. إضافة إلى أما إن عليها القطاع خلال الجائحة الكورونا هذه يعني تصوري أن فيه مهنيين وتوقف المردودية لمدة شهرين كاملين مع عندهم من التزامات مادية وعدم معناها تمشي لوقع الإعلان عليه في إعادة جدول الديون. طلبنا كذلك إمهالنا ب6 أشهر في سداد الديون متاعنا. حتى بعض شركات الإيجار المالي اللي قبلت إعادة جدول الديون بفائض يخلي المهني يهرب يمشي يتصرف باش يسلك اموره وما يدخلش في عقد جدول الديون لان الفايل كان كبير وكبير ياسر. واضح جدا. هذه اشكاليات عديده وعديده جدا بصراحه معنا. نتمنى الاشكاليات هذه تتحل. واذا انا منظومه للمفاوضه والتفاوض فيما مازال معلق الى حد الان. واضح جدا. اي بتمر به البلاد ولكن هذه قطاعات على الطرف الحاكم ان يتحمل مسؤوليته تجاهها. ومن بين القطاعات المهمه زاده بطبيعه الحال شكرا لك على توضيحات سيد ثمر المزهود رئيس الغرفه النقابيه الجهويه بجيبس لاصحاب التاكسي الفردي ونائب رئيس الغرفه الوطنيه زاده لاصحاب التاكسي الفردي. رجعنا معها للملتقى اللي انعقد البارح في معرض جيبس الدولي. عديد القرارات اللي تم الاعلان عليها ولكن اليوم يقولون وانه ما تمتعوش بها كل اصحاب التاكسي الفردي من بينتها دفعات الايجار المالي التاكسيات اللي يشريوا فيهم بالتقسيط والا حتى القروض للبنك التونسي للتضامن وغيره من الإشكاليات اللي تعرض لها القطاع هذا واللي تمس بصفة كبيرة كيف وكيف مختلفة القطاعات فترة الكورونا وقت اللي الناس الكل شدت الديار شهرين ما همش قاعدين يخدموا فما برشا إشكاليات طرحت بعد الأزمة هذه نتمنى وأنها تتحل. احنا من بعد شوية باش نرجعوا لإحباط عملية هجرة سرية هذه مش أول مرة تصير ولكن جديد المرة هذه استعمال أجهزة خاصة للتشويش على ذبذبات الحرس الوطني. تاخذوا معنا تفاصيل من بعد شوية خليكم على إيفان أحلى راديو.